لنقاش ملف تفشي فيروس كورونا في العراق وارتفاع أعداد الإصابات قياسا بتعامل الحكومة الجديدة مع هذا الوباء. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بكم أستاذ نظير. حياك الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذ نظير، كيف تقيمون إجراءات الحكومة للتصدي لهذا الوباء في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته حصيلة الإصابات في الأيام الأخيرة؟ والله الحقيقة يعني منذ بداية يعني تفشي هذا الفيروس في العراق، قد قلنا في السابق بأن الأرقام التي تعلن من الجهات الصحية العراقية يشوبها عدم الشفافية، ولربما تكون غير صادقة. وهذا الأمر أيضا فضحته وكالة رويترز حينما أعلنت في حينها عن أعداد كبيرة تختلف تماما عن الأعداد التي أعداد المصابين التي تعلنها وزارة الصحة. لذلك النتائج الآن التي تذكر، ربما وصلت هذه الأجهزة الصحية والحكومة إلى مرحلة أنها لا تستطيع إخفاء الأعداد الكبيرة للمصابين التي بدأت يعني تكون ملاحظة من قبل المواطنين ومن قبل المراقبين للشأن الصحي في العراق. فهذا الأمر ناتج عن يعني عدم التعامل بشكل صحيح مع يعني هذا الفيروس وانتشاره، بالإضافة إلى يعني أن الفساد وصل حتى لهذه المراحل، أنهم يتاجرون بأرواح الناس، وجميعا عرفنا كيف يتم استغلال هذا الوباء في الفساد المالي الموجود في الحكومة العراقية. لذلك النتائج التي تذكر حاليا هي غير مفاجئة لنا، وكنا نتوقع بأن النتيجة هذه التي يعاني منها العراق ستحصل لا محالة في يوم ما، ونشهدها الآن حاليا. نعم. الحديث عن الأرقام يقودنا للإشارة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية حول الحصيلة في العراق بأنها غير دقيقة، غير موحدة، وكذلك تقدم الجهات الصحية في العراق معلومات ناقصة وفقا لمنظمة الصحة العالمية. إلى أي مدى وما مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذا الوباء، خاصة وهي في أسابيعها الأولى؟ يعني أنا أتوقع يعني هذه الحكومة هي غير مختلفة على الأقل من هذه الناحية عن الحكومة التي سبقتها، ولا أظن أنها قادرة على التعامل بشكل أفضل من الحكومة السابقة. ومسألة عدم الشفافية وعدم دقة الأرقام التي تعلن، هذه المسألة قد طرح أمرها، والجميع يعرف بأن الأرقام هي غير صحيحة، ولربما نحن مقبلين على كارثة صحية. اليوم يعني ذكر محافظ النجف أنه يريد أن يغلق المدينة بالكامل، وبالذات أمام الزائرين هذه المدينة المتوجهين من بغداد بسبب انتشار الفيروس. كذلك أيضا يعني محافظة واسط أعلنت الحظر الكامل للتجول بسبب تفشي المرض. وكل هذه دلالة على هناك تخبط، لا توجد سياسة مركزية للتعامل مع هذا الوباء على عموم العراق. كل شخص وكل محافظ يتعامل بشكل منفرد، غير يعني مستند على خطة علمية، خطة صحية لمواجهة هذا الوباء. ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق وعدم قدرته على توفير المستلزمات الصحية لمواجهة مثل هذا الوباء. هذه الأزمة الصحية التي أدت إلى أزمة اقتصادية أو فاقمت من الأزمة الاقتصادية في العراق، واعترف بذلك رئيس الجمهورية برهم صالح بأن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى قرابة 40%، والاقتصاد العراقي تقلص بنسبة 10%. كيف يمكن قراءة هذا الاعتراف لرئيس الجمهورية؟ يعني أنا لا أعرف ماذا يبتغي رئيس صالح من هذا الاعتراف ومن هذه المكاشفة، وهل الشعب العراقي هو المسؤول عن هذا الخراب الاقتصادي الذي يعيش فيه العراق؟ وهذا الخراب المسؤول عنه الطبقة السياسية التي تحكم في البلد، هي المسؤولة عن الخراب.
الفيروس هو زاد من يعني من يعني انهيار الاقتصاد العراقي، لكن هو قبل الجائحة هو بالأصل كان يعني مصاب بانهيار بسبب الفساد أولا، وبسبب عدم تنويع الاقتصاد والاعتماد على صادرات النفط بشكل يكاد يكون 100%. هذا نعم هو الذي جعل الاقتصاد ينهار. والمشكلة أنه بعد مجيء الفيروس وانخفاض أسعار النفط وصل الاقتصاد العراقي إلى مرحلة يكاد يعني يتهاوى وينهار. لكن المشكلة أنه من يدفع ثمن أخطاء هؤلاء السياسيين هم الشعب العراقي فقط، هم من يتحمل هذه التبعات القاسية عليهم، وهم من يدفعون ثمنها، بالرغم من أن المشكلة من خلقها هو النظام السياسي الحالي. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحثة السياسية الأستاذ نظير الكندوري، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.